السلام عليكم، اتمنى حضراتكم تكون بكل خير. في البدايه بشكر استاذتي واللي علمتني كل حاجه في البيدياتريك نيوتريشن، استاذتي الدكتوره سناء يوسف. بشكر حضرتك يا فندم وكل اساتذتي اللي علموني بيدياتريكس. النهارده هنتكلم على توبيك انا مش عارف ازاي هحاول ان انا اكونسايز كل المعلومه اللي فيه في 15 دقيقه، بس هنحاول ان احنا ننجز فيه مع بعض. بيرن نيوتريشن، دايما البيرن احنا بنخاف منه اول ما يجي يدخل لهايبر كاتابوليك ستيت، ولكن هي حبه ستيبس وبنعرف نبدا امتى وندخل في الستبس ازاي. طيب سو ذا فيرست اننا احنا هنتكلم على الباثوفيسيولوجي في الانجاز كده. النقطه الثانيه هاو تو سيف ذا لايف، ودي نقطه مهمه قوي ان الفلويد ريسيتيشن اتس ا لايف سيفنج ايفنت. النقطه اللي بعدها ماكرو اند مايكرو نيد بتاعه البيشنت، التيبس والتريكس في الشغل بقى وازاي نعديها ونتوقعها من بدري، واخر حاجه الفيسيولوجيكال اسبيكت، وده مهم قوي بالنسبه للبيشنت بتاعي لان سمبلي بيشنت اتس ذا بيست اند اي ويل منشن ذات. اول حاجه لو احنا ما عندناش بيرن يونت في المستشفى بتاعتنا اتس ا ماست ان هو يتحول على بيرن يونت. ليه؟ لان البيشنت البيدياتريكس عنده مشكله ان بيزن ميتابوليك ريسبونس بتاعه مختلفه لان في اليمنتال جروث والفيزيكال اكتيفيتي. النقطه الثانيه الهايبر ميتابوليك ريسبونس بتاعه في الانجري بتاعه البيرن. سو اي نيد ان انا يبقى عندي مالتي ديسيبلينري تيم متواجد في البلاست سيرجن، كلينيكال كير سبيشالست وغيرهم من كلنا تيم واحد بنشتغل مع بعض عشان نعدي بالبيشنت. ولما قلنا نعدي انا فعلا قصدي ان احنا نعدي. دي الصوره التيبيكال اللي احنا بنشوفها صح، بس انا مش هتكلم على الفيرست ديجري والسكند ديجري والثيرد والفورث، لا انا هقول هنا نقطه ان لو انا سوبرفيشال اتس بيتر اوت كوم، انا اتوقع ان البيشنت يعدي معايا بسهوله. انما لو ديبر ناو ذاتس ذا تشالنج ورست اوت كوم اند ذا هايست اند ذا يعني مور كومبليكيتد نيوتريشنال نيدز. سو سمبلي اول حاجه لازم نبدا بيها نفهم الكلاسيفيكيشن اوف بيرن. النقطه اللي في النص بالنسبه للزون اللي في النص هي زون اوف كواجيليشن، الزون اللي بعدها زون اوف ستيزز، الزون اللي بعدها زون اوف هايبر ايميا. مشكلتي ان الزون اوف كواجيليشن هي المنطقه اللي في النص اللي بيحصل لها نيكروزس، خلاص ما اقدرش اساعدها، وصلت؟ وما اقدرش ان انا اعمل فيها اي حاجه. ولكن الزون اللي بعدها هي الستيزز اللي بيكون فيها الاسكيميك اتاك. اسكيميك اتاك يعني اعمل ايه؟ احاول ادي فلويد ريسوسيتيشن كويس، نبدا باللايف سيفنج ايفنت، نخش في اللي بعده نعمل نيوتريشن كويس. طب الزون اللي بعدها هي الزون اوف هايبريميا، بس سويلنج. والنقطه بتاعتي هنا الاسكيميا جت بسبب السيتوكاينز اللي موجوده والريليز والبرميابيليتي اللي اختلفت. يبقى انا بحاول بقى ان انا اتحرك واموف بي الزون رقم 2 لانها ما تخشش في الكواجوليشن، لا تدخل في الهايبريميا وتبقى هيلثي تيشو. ده هنقدر ان احنا نعمله ازاي؟ مهم قوي ان احنا يبقى الليميت بتاعنا 14 يوم، في ال 14 يوم جود نيوتريشن، جود سبلمنتيشن، ونزق بالعيان على قد ما نقدر. اول حاجه اللايف سيفنج ايفنت فلويد ريسوسيتيشن. هو احنا بنستخدم الفلويد ريسوسيتيشن العادي؟ لا، بنستخدم الباركلاند فورمولا. باركلاند فورمولا كبيره بالنسبة للسيرفس اريا بتاعتنا، بندي 4 ملي في السيرفس اريا بيرسنتج اللي موجودة في البيشنت ويت، بنقسمها 50% بيتاخدوا على مدار 8 ساعات الأولى وال 50% التانية بتتاخد على مدار ال 16 ساعة. يعني احنا كده بس الكلام على أول 24 ساعة، يس باركلاند فورمولا بتتاخد في أول 24 ساعة to save the patient. بنحدد البرسنتج بتاعتنا ومع المساعدة البلاستيك سيرجن بالنسبة للرول اوف 9 اللي كل جزء في جسم الإنسان بيديني البرسنتج، وزي ما احنا شايفين بتختلف اكوردنج للايج بتاعنا. نبدأ بقى بالإكزامبل عشان نحسبها مع بعض. عندي بيشنت 12 سنة فليم بيرن اتأفكتت 35% which is by the way اللي أكتر من 20% is a risk، والويت بتاعه 40 كيلو. هنضرب في 4 ملي 35% في 40 او الكميه بتاعتي 5600 ملي ثانيه. 5600 ملي ما تتخضش، خلينا نكمل مع بعض. اول 8 ساعات هندي نصهم، بعد كده هنكمل الباقي بتاعنا. طب ليه بقى ما تخضناش على ال 5600 دي؟ سمبل، لان البيرن شوك عباره عن نوعين شوك.
الهايبوفوليميك شوك والديستريبيوتيف شوك. ديستريبيوتيف لان انا عندي سيفير سايتوكاين ريليز في كل حته، versus ان الهايبوفوليميا البيشنت حاجه من اتنين، يا اما الانجري نفسها وبقى فيه ايفابوريشن من الانجري، او ان الخلايا بتقوز والجرح بعد ما بنقفله بيقوز، يبقى نسمع كده ان هو بينشع السرير، وهي دي الفكره، بينشع من الدريسنج. سو انا لازم اديله فلويد كويس. زي ما احنا شايفين بالنسبه للادفانسد لايف سبورت بيرن لايف سبورت، بنبدا بالكميه بتاعتي العاليه قوي في الفلويد في اول 8 ساعات، وبعد كده بنكمل وننزل في 24 ساعه وبنبدا نرجع للمينتنس بتاعي. فهنا نبدا نتكلم على، يبقى البورتلاند 24 ساعه فقط، بنستخدم رينجر لاكتيت مش سلاين، رينجر لاكتيت، وما بنستخدمش كولويد الا بعد 48 ساعه، لان خلال بعد ال 48 ساعه بيبدا الجسم يريجين الكابيلري بيرميابيليتي بتاعته. لو انا اديت كولويد هيطلع لي من الفيزل وهيبدا يسحب وراه الميه، هيعمل لي سيرد سبيس لوس اكتر. نبدا الريسيتيشن وبعد كده نبدا نشتغل جايدد بي، مثلا لو انا عندي اوزنج او حاجه فابدا ان انا ازود 20 ل 30% المينتنس اللي احنا بنحسبها العاديه، تو بي اورينتد بالفايتال ساينز والكلينيكال انسبكشن بتاعنا، ونبدا نشوف الدنيا ماشيه ازاي معانا واحده واحده، يورين اوتبوت، سي في بي، وهكذا. ستيب 2 سيرجيكال، نفهم مع بعض السيرجيكال سريعا في سلايد واحده. اول حاجه احنا بنعملها ان احنا بننظف الجرح ونشيل الديد تيشو، ديبرايندمنت. تاني نقطه الكليننج في الوند، ده بتبقى في المراحل ان احنا بننظف الجرح كل شويه وبنغير عليه. يبقى انا المرحله الاولى بتاعتي فيها لاس كبير من البلود، لاس كبير من التيشو، فدي بتدخلني في هايبر كاتابوليك ستيت بسرعه، والنيت طبعا بتبقى عاليه. الجرافتنج وان احنا بناخد هيلثي تيشو من جزء ونحطه نقفل بيه اللي ما تبقى، واحنا اخترنا مع بعض كده ان احنا ما تبقى بعد ما عملنا هيلينج للتيشو. يبقى انا عندي الجرافتنج، هنبدا ان احنا نسبلمنت كويس، لان الجرافتنج مقسوم عندي جزئين. اول حاجه ان انا ابريزرف الجرافت نفسها، الجرافت نفسها تاخد نيوتريشن كويس وتمسك في مكانها زي ما بنقول. الثاني حاجه نهيل الدونر، لان انا لو عندي جزء كبير ولو نفترض 50% 70% فانا الدونر بتاعي اصلا قليل، فانا محتاج ان انا ابريزرف الدونر بتاعي واديله نيوتريشن عاليه. سو نيوتريشن از ذا رول موديل هير. بالنسبه للسكين جرافتنج، البيبر دي بتتكلم سمبلي ان البي ام اي بتاعي كل ما كان قليل واقل من الخمسة برسنتايل البيشنت بيكون في احتياج لاعلى من يعني ريسك اعلى من الجرافتنج. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ يبقى انا محتاج ان انا ازق مع البيشنت بتاعي شويه وديتكت المال نيوتريشن من الاول. يبقى انا عندي هارموني ما بين السيرجيكال وهم شغالين وبيدوني الاوتكم بتاعي، والنقطه الثانيه الجزء بتاعي سيستميك، ادي جود نيوتريشن، ادي او ارفع معايا الاميونيتي واكمل معايا الهيلينج عشان الباور اوف هيلينج، مينتنس نيوتريشن. وهنا بقى ندخل في، طب انا دلوقتي عديت اول 24 ساعه، طب الدنيا بتاعتي بتتقسم ازاي؟ ده اللي هنفهمه مع بعض. اول حاجه احنا بنديتكت المال نيوتريشن، ثاني حاجه بنحسب الانرجي اكوايرمنت بتاعتنا بطريقه مختلفه عن الطريقه العاديه، ثالث حاجه بنبص على المايكرو والماكرو نيوترينتس، رابع حاجه بنشوف احنا هنختار هندخل اورال ولا انترال ولا برينترال، وهنجاوب كل البيت فولز اللي موجوده فيها، وبعد كده نعمل الريهابليتيشن ستيت عشان نخلي العيان يخرج من عندي وما يرجعليش بانفكشن على الجرح او الجرافت بتاعته حصل فيها مشكله وهكذا. المالنيوتريشن، انا ببص على الفيزيكال ساينز بتاعتي، واهم حاجه ان انا ديتكت الريفيدنج ساينز او المالنيوتريشن ديزيزز، عشان البيشنت زي ما احنا قلنا ذاتس ا هاي ريسك فور ذات. والريفيدنج، طب ما انا هدي نيوتريشن عاليه، يبقى انا لازم ابدا واحده واحده مع البيش عشان ما يقلبش مني ريفيدنج. تاني حاجه بشوف الديفلوبمنت بتاعه بشكل عام، وبشوف الدايتري هابتس بتاعته. مهم قوي ان انا اشوف الدايتري هابتس، لان انا عايز اعرف البيشنت فود ريكول بتاعه ايه اخباره، والدايفرستي بتاعت الفود بتاعته كمان، هل هو ستورز بتاعته قويه وتمام وزي الفل ولا فيها قليله في حاجه معينه فلازم سبلمنت. يبقى انا الرول بتاعتي ان انا اشوف هديله في الفيتامينز، هديله الكوركشن دوز ولا هديله مينتنس دوز عاديه. بالنسبه للانرجي، احنا محتاجين نزق معانا قوي في الانرجي، لان احنا عندنا انكريز الانرجي اكسبنديتشر وهايبر كاتابوليك ستيت بالنسبه للبيدياتريك بيشنتس، واللوس بتاعه عالي قوي بالنسبه للين ماس الاورجان ديس فانكشن، اند الاميونيتي بتاعته بتقع بسرعه، فلازم ازق معاه على قد ما اقدر.
according للكيسز الاستادي بتاعتنا احنا بس بنفكر بعض ان احنا اول 48 ساعه بنزق على قد ما نقدر، ولكن الهايبر ميتابوليك ستيت بتبدا بعد ال 48 ساعه، وبنكون لازم مجهزين نفسنا على قد ما نقدر ان احنا نخش عليها واحنا مجهزين البيشنت اوريدي بدا ياكل يس. هي دي الفكره، ان احنا ما بيعندناش الفكره ال 48 ساعه بالنسبه للكريتيكال كير العاديه، احنا بنزق على قد ما نقدر عشان ندخل بالبيشنت انترال ونحافظ على الجي اي تي انتجريتي. بالنسبه للفرق بتاع الكاتابوليك ستيت وكميه الكاتابوليك وهيفضل معانا قد ايه ومكمله قد ايه، بالعادي الانجري العاديه اذا كانت سبسس او تروما بتخلص معايا وبترجع للنورمال ستيت بعد شهر، ولكن البيرن بتكمل معايا اب تو سنه وبعض البيبرز بتقول سنتين. طب انا هعمل ريهابليتيشن ستيت؟ يس، هعمل له بروجرام ريهابليتيشن قوي يكمل معايا. الفيزز بتاعتي بتنقسم جزئين، الجزء بتاع الاكيوت فيز طول ما البيشنت مش مرقع زي ما احنا بنقولها ما عملش جرافت، البيشنت الويند بتاعته مفتوحه، فعندي كاتابوليك ستيت وفي نفس الوقت عندي البيشنت الريهابليتيشن بتاعه عقبال ما يخش فيه بعد ما يقفل الجرح بتاعه كله. يبقى انا عندي تو فيزز، هنتكلم كل الكلام بتاعنا على التو فيزز دول. بالنسبه للكالوريز الايكويشن الاولانيه بنحسب البيزل ريكويرمنت زائد 15 او 25 او 40 كيلو كالوري اكوردنج طبعا للايج، بنضربها في البرسنتج بتاعت السيرفيس اريا المحروقه. يبقى انا كده عرفت ان انا الدنيا بتاعتي البيزل ريكويرمنت ده اللي هو الار دي اي بتاعي عادي الطبيعي اللي انا بديهوله في اليوم، زائد زياده مقابل كميه الحرق او كميه البرسنتج اللي محروقه من جسمه. في الفرق ما بين الايكويشن دي والايكويشن الثانيه ان هنا بنتكلم الريكويرمنت بتاعته ما بنحسبهاش سبيسيفيكلي عشانه هو اوكي، وبنزود عليها الكميه اللي احنا محتاجينها، ولكن الايكويشن الثانيه بتكون محسوبه على سيرفيس بودي سيرفيس اريا الطفل نفسه، بودي سيرفيس اريا الطفل نفسه وزائد الفاكتور اللي احنا قلنا عليه. سو الاولانيه اتس اوفر استيميتنج سام هاو، لان البيشنت سمبلي انا بحط رقم واتس نوت ريليتد تو البيشنت اتسلف هيم سلف. الفكره كلها ان البيشنت لو انا حسبت له بالايكويشن دي هبدا ان انا اعمل له تيلورنج للريكويرمنت بتاعه الانرجي بتاعته. بالنسبه للريهاب احنا كل الكلام ده على الاكيوت فيز، لا الريهابليتيشن فيز هايبر ميتابوليزم او ميتابوليك ستيت بتكمل معايا، بس الفكره ان انا بانكريز من 25 ل 50%. طب انا دلوقتي هحطها 25 ولا 50 اكوردنج للفيزيكال اكتيفيتي؟ سهله خالص، البيشنت بتاعي جه واتحرك ولعب ورجع حياته الطبيعيه تاني، بكمل السنه اللي احنا قلنا عليها. مش احنا قلنا سنه؟ يس، بنكمل السنه بتاعتنا بس بنزود 50% لان هو رجع الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته. ولكن لو احنا ما كملناش او ما عملش الفيزيكال اكتيفيتي لسه متاثر بقى بالجرحى والانجري بتاعته فيها مشكله تاني او تروما او الكلام ده كله، بنمشي على 25 بس. البروتين ريكويرمنتس اكوردنج للاكيوت فيز بمشي من 3 ل 4 جرام اكوردنج للجايد لاينز انترناشونال اوف بيرن براكتسز. وبالنسبه طبعا ده بالنسبه اكتر من 20% بيرن ريسك فاكتور فور جيفنج ذا هاي بروتين انتيك. الريهابليتيشن فيز من 1.5 ل 2.5 جرام، ده اكتر بكتير قوي من الكميات اللي احنا بنديها. يس انا ما عنديش ريسك في الاورال انتيك وبديله على قد ما اقدر عشان جسمه ياخده. طب ادي فات ولا ادي كارب؟ سمبل، الكارب لما انا بدي كارب بتبروموت معايا الهيلينج وبتعمل لي بروتين سبيرنج افكت لللين ماسل ماس بتاعتي. تاني حاجه بدي الكميات بتاعتي من 55 اب تو 60% الكارب، ما تعديش الجي اي ار بتاعك ال 5 ملي جرام بير كي جي بير مينيت لان ده الماكس بتاعك في الاوكسيديتيف ستيت بتاعتنا. طب ده يقابل كام لو احنا هنديها له اورال مش اي في؟ هيدي 7 جرام بير كي جي بير داي. Prevention of essential fatty acid deficiency، ان احنا بندي essential fatty acid او بندي الانتاج بتاعنا العادي بس الكميات بتاعته بتبقى اقل بكتير، ولكن احنا بنركز قوي على الاوميجا لانها بتقلل لي الانفلاميشن، بتبروموت طبعا الهيلينج وبتبروموت الاميون فانكشن انها تزيد معايا. According to the study بتاعت الاسبرين انها بتقارن high fat content meal ولا high carb content meal. simple، احنا بنركز على ال high carb content meal، ده بتكلم oral او IV، انا بالنسبة لي بتكلم oral دلوقتي. yes، لانها بتزود معايا الانسولين رش بتاعه وبتريليز انسولين والجروث هرمون. طب هو في كلام على ان الانسولين او الجروث هرمون انها بتزبط معايا الهيلينج؟ yes، بس الستاديز يمكن انا ما ذكرتهاش معايا لان الستادي debating عليها. المايكرو نيوترينتس
simple. أنا لازم أدي مالتي فيتامين للبيشنت البرن، بس الفكرة كلها هديله حاجات معينة تزود بروموت الهيلينج بتاع السولز. هركز على الفيتامين سي، هركز فيتامين اي، هركز على الزنك، وهنقول الجرعات بتاعتهم. وبرضو ممكن نظبط الكالسيوم والفيتامين دي، وهندسكس مع بعض ليه الكالسيوم والفيتامين دي بعد كده. طبعا الفيتامين دي in the role of السولز بتاعتنا بتبروموت الهيلينج كمان أكتر. الدوزز بالنسبة للفيتامين A، بالنسبة للسي، بالنسبة للزنك. طبعا دي مقارنة ما بين النون بيرن والبيرن بيشنت. اكوردنج لان احنا البيشنت اللي اخدوا فيتامين دي ما كانش فيه نسبة كسور عندهم اكتر، فكان ده مقياس بالنسبة لي ان انا ادي فيتامين دي. انا عارف ان الوقت بتاعي خلص فاستأذنكم 2 minutes كمان. الانيميا، يس انيميا ما ينفعش ان انا اسيب البيشنت بتاعي انيميك. لازم اول ما الاقي انيميا ازق معايا بقد ما اقدر، لان الانيميا لو فضلت مكمله معايا الباور اوف هيلينج بتاعي مش هيبقى احسن حاجه. سو اي هاف تو بوش وديتكت بدري الستيت اوف انيميا او الستيت بتاعتنا الهيموجلوبين من كل حاجه. اورال ولا انترال ولا بارنترال؟ هندسكس مع بعض. انترال فيرست لاين، يعني ايه؟ يعني ادخل انترال على قد ما اقدر بسرعه. تاني حاجه الاورال دايت انا هعتبرها في الكالكوليشن والكلام بتاعي الاورال دايت بالنسبه لي انترال. اول ما البيشنت يبقى هيمو دايناميكلي ستيبل ادي، يعني في اول 24 ساعه يس، وهنقول فيها ستادي. والنورشمنت ستيت بتاعتي في الانترال هتحافظ على الجات ميوكوزا، هتحافظ على الانتجريتي بتاعه السيلز، وهتحافظ على الجي اي تي اميونيتي. هنريديوس البكتيريا ترانسلوكيشن، ودي واحده من الحاجات الاساسيه اللي ممكن البيشنت بتاعي يخش بسيبسز بسهوله. وهن انهانس الجات اسوشييتد اميون ريسبونس. According للبالنسبة لي، طب أنا هدي في فترة الريسوسيتيشن ولا لا؟ يس هدي بالنسبة لفترة الريسوسيتيشن، وهبدأ على قد ما أقدر الأورال. لو أنا أديته بسرعة مش هيجي لي patient sepsis، مش هيجي لي سيرس، مش هيجي لي أي مشكلة خاصة. systemic inflammatory response syndrome اللي هي أوريدي بتبقى شغالة من جهتين، البرن نفسه والـ GIT state لو عندي bacterial translocation. النقطة هنا إن أنا within 24 ساعة. So we call في البرن we call early nutrition أول 24 ساعة، مش بنستنى 48 و72 ساعة. early nutrition أول 24 ساعة على قد ما نقدر. والكيس أو البيبرز بالديبيت 8 ساعات، طب بعد 8 ساعات once إن هو stable وهكذا. عندي مشكلة البيشنت في الأول بيكون عنده gastric ileus، يعني البيشنت الجي اي تي موتيليتي بتاعته ما بتبقاش احسن حاجه. يبقى حضرتك بتاسس الجي اي تي موتيليتي بتاعته وبتعمل اسسمنت عليها، هدخل كميه ولا لا. طب انت الوقت بتتكلم في الكميه ولا بتتكلم معايا ان انا هدخل انترال نيوتريشن؟ هنقول مع بعض ان هي هتكون ترافيك فيدنج. نقطه مهمه قوي ان الكونستيبيشن حاجه كومن بالنسبه للفيرست ويك عندنا. انوايز ان انا ابوش العيان غصب عنه ان هو ياكل، غصب عنه ان هو ياكل. انما انا ممكن ادي ترافيك فيدنج ما عنديش مشكله، وابدا بكميات صغيره 10 ملي 20 ملي في الساعه. اند اي وود ريكومند البارشلي هيدرولايزد فورمولاز، بالنسبه لي بتجيب افكت كويس قوي في الهاي اريا او البيشنت اللي نسبه الحرق عندهم عاليه. سو ترافيك فيدنج احسن حاجه، بيقلل لي الاي سي يو ستاي، بيحسن لي الفانكشن، بيحسن لي الهيلينج. نخش في اللي بعده. هل البيشنت ده اشوف كمان وصلت معاهم من الاستادي، هل البيشنت نديله كونتينوس فيدنج وهو داخل عمل العمليات؟ يس بيعملوا استاديز عليها، وهنبقى ندسكس مع بعض الحته دي. ما ينفعش انها بلندرايز الفود لانها هاي ريسك اوف كونتامينيشن، صعب قوي كده كده. احنا بنشوف 1 مينيت 1 مينيت اوكي. طيب هنشوف الحاجات بتاعتنا كلها جنرالي، وهنعمل اسسمنت الباول موفمنت. بالنسبه لي لو انا هبدا فود هبدا بسوفت فود عصاير وهكذا. بنحاول ان احنا نعمل فورتيفيكيشن اكوردنج لان الديب اكوستي بالنسبه للبيشنتس ان هم ياخدوا نيوتريشن. والبيت فولز بتاعتي ما ينفعش ان انا اكونسيوم كميات ليكويد عاليه، ما ينفعش اكونسيوم كميات جوسز عاليه عشان ممكن تعملي دايريا، ما ينفعش ان انا اسيب البيشنت كونستيبيتد لازم احركه. النقطه بتاعت البي ان انا هقول فيها كلمه ويمكن هنقفل على كده. بالنسبه لي ان انا لو مش هقدر ادي كميه عاليه من النيوتريشن اورال لازم اكملها له بارنترال، لان الريسك بتاعتي في ان انا البيشنت يقلب مني هايبر كاتابوليك ومشكله جرافتنج وهكذا ما تتحلش معايا، لا لازم البيشنت ياخد النيوتريشن بتاعته حتى لو هتبقى بارنترال. وطبعا بشكر حضراتكم.
وشكرا جدا لوقت حضراتكم.